في سياق متصل، تداول ناشطون يمنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عناصر حوثية تؤدي قسم الولاء لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي وسط أقدم مساجد صنعاء. أثار المقطع الذي تم التقاطه ليلة عيد الفطر في صحن المسجد الكبير بصنعاء جدلا على مواقع التواصل، حيث تتجه ميليشيا الحوثي لاعتماده في المدارس والفعاليات الوطنية بدلا عن ترديد القسم الوطني أو النشيد الوطني، وهو ما يراه اليمنيون تجريفا للهوية الوطنية. اللهم